اليوم نحن نحتفل بوصول هذه القطع الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين والتي تم نهبها من ليبيا خلال 30 أو 40 سنة الماضية، وتم استعادة هذه القطع بالتعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية بالولايات المتحدة ومكتب المدعي العام بمقاطعة نيويورك، وأيضا بالتعاون مع السفارة الليبية في واشنطن الذين كان لهم دور كبير جدا. وهذا أمر لديه دلالات كثيرة، ولكن أهمها هو أن هذه القطع جزء من الهوية الليبية، جزء من هوية الشعب الليبي، ومن حقه أن يمتلك وأن يحتفل وأن يعرض هذه القطع إلى العالم لكي يأتوا إلى ليبيا للتعرف عليها والنظر إليها والاستمتاع بها. وأيضا وهو دليل آخر على عندما تتكاتف الجهود المحلية والدولية بالإمكان مواجهة هذه الجرائم. اليوم نحن الحقيقة في احتفالية استرجاع مجموعة من الآثار المنهوبة من مدينة شحات والتي هربت خارج البلاد، وتم ضبطها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتعاون ما بين مصلحة الآثار في ليبيا ومكتب استعادة الأموال الليبية المنهوبة والسفارة الليبية في واشنطن. بعد عمل مضني تم استرجاع هذه المسروقات وإرجاعها إلى موطنها الأصلي مدينة شحات. العمل جاري على استرجاع المزيد من القطع المنهوبة من موروثنا الثقافي الليبي، ونأمل أن تكاتف أيدي الجميع للمحافظة على الموروث الثقافي الليبي من النهب، باعتبار أن الموروث الثقافي الليبي يعتبر موروث ثقافي إنساني لما يمثله الحقيقة من وجود أثار ما قبل التاريخ، مثل مدينة صبراتة ومثل مدينة لبدة. هذه المدن الحقيقة تعتبر موروث إنساني للإنسانية ككل وليس للشعب الليبي فقط.